عكتك، اهلا وسهلا فيكم اصدقائي بحلقة جديدة، معكم عمار ابو كورة، واليوم بدنا نحكي عن جهاز كله شاشة مع الحفاظ على الكاميرا الامامية، مع الحفاظ على كاميرا السيلفي، ولكن مع ذلك كل جهاز كل واجهة امامية عبارة عن شاشة. مين الشركة اللي قدمت هذا الجهاز وكيف حسنوا يحلوا مشكلة الكاميرا الامامية؟ خلينا سوا نعرف حلقة جديدة، يلا. شركة أوبو اليوم وبحفل رسمي بالإمارات أعلنت عن سلسلة رينو. سلسلة رينو الموجهة للشباب ومحبين التصوير، تم الإعلان عن جهازين فيها، أوبو رينو وأوبو رينو 10X زوم. الجهازين والشكل الشيء الأساسي فيهم أو ميزة الأساسية فيهم إنه الواجهة الأمامية فيهم ما فيها الناتش، وتم استخدام الكاميرا منبثقة لحتى يضلوا محافظين على كاميرا السيلفي. ولكن قبل ما نروح للمواصفات كاملة، لا تنسى إذا كنت أول مرة بتحضر القناة إنك تشترك بالقناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد والمراجعات الجديدة والمعلومات الجديدة. خلينا بدون تأخير ننتقل للمواصفات. وبداية بشاشة الـ 10X زوم اللي حجمها 6.6 انش بنوع AMOLED واللي تدعم 16 مليون لون وبتغطي نسبة 93% من حجم الجهاز كاملة. أما الأخ الأصغر فتجي حجم الشاشة فيه 6.4 انش. وانتقالا للأداء، فالـ 10X بيجي بسناب دراجون 850 كمعالج ومعالج رسوميات ادرينو 640 وذاكرة داخلية 256 أو 128 ورامات 6 إلى أو 8 جيجا رام. أما بالنسبة للأخ الأصغر فحيجي بسناب دراجون 710 وادرينو 616، بالنسبة للرامات رح تكون فقط متوفرة 6 جيجا رام. طبعا الاثنين حيحملوا نظام التشغيل الباي، الأندرويد باي 9. اما بالنسبه للكاميرات الخلفيه فالجهاز بيجي بثلاث كاميرات خلفيه، 48 ميجا بكسل بفتحه 1.7 و13 ميجا بكسل بفتحه 3 و8 ميجا بكسل بفتحه 2.2 اللي هي العدسه العريضه. بالنسبه للكاميرا 13 ميجا بكسل هي المسؤوله عن الزوم واللي بتعمل 5x اوبتيكال زوم و10x هايبر زوم. اما بالنسبه لجهاز الرينو فبيجي بكاميرتين خلفيات بدون الاوبتيكال زوم. اما بالنسبه للكاميرا الاماميه فبتجي بدقه 16 ميجا بكسل وفتحه 2 وقادر انها تصور فيديو 1080 30 فريم بير سكند. طبعا الكاميرا بتنبثق بمجرد ما انه قلبنا على الكاميرا الاماميه بموتور موجود داخل الجهاز. اما بالنسبه لتوفر الجهاز فالجهاز حيتوفر ب 17 ابريل بالامارات و 18 ابريل بالسعوديه للطلب المسبق، وحيبلش البيع او حيبلش التسليم ب 22 ابريل بالامارات و 25 ابريل بالمملكه العربيه السعوديه. اما بالنسبه للسعر فحيكون للرينو للاوبو رينو 1899 بالامارات وبالمملكه العربيه السعوديه لنسخه 6 جيجا 256 ستورج. بالنسبه لنسخه ال 10X زوم حيتم الاعلان عن السعر والتوفر في وقت لاحق، ولسه ما حكوا بالمؤتمر قديش تقريبا حيكون السعر، ولكن اتوقع انه يكون بحدود 500 يورو او 450 يورو بهالرينج هات. هذا كان كل شيء لحلقة اليوم، كان معكم عمار ابو كورة، بتمنى تكونوا عجبتكم الحلقة وبتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي حكيناها. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تعمل لايك، وإذا مو مشترك بالقناة تأكد إنك تشترك بالقناة وتفعل جرس الجرس. بشوفكم بحلقة جديدة، سلامات.